وهنا سائل يقول: هل صحيح أن علي الرازحي سيأتي دعوة إلى كينيا وتنزانيا؟ ما ندري، ما ندري ولا نريد أن ندري. وليس معهم بحمد الله دعوة في تنزانيا، موجود في كينيا بعض الإخوة الذين لبس عليهم هداهم الله، وما عرفوا، ما عرفوا حال هؤلاء. إخواننا في كينيا ننصحهم أن يتبصروا. هذا الرجل علي الرازحي معلوم معروف حاله من دماج، أنه عنده تعالم، تعالم متعالم متبجح متغطرس، صاحب غرور وصاحب حسد، ويلهث بعد الأموال. كان في المكتبة يعني يشغل الباحثين اتصالات لدور النشر: عندكم مال، عندكم 150,000، عندكم كذا المال، نريد. سبحان الله، يؤلف لله أم من أجل هذه الأموال وحقوق الطبع. وكم اشتكى منه الإخوة الطيبون، كان يستغل مكانته فيأتي إلى بعض الإخوة يقول لهم: أنا عندي هذا البحث لا تبحث فيه، ويأتي إلى أخ قد قطع شوطا. يعني كما عمل معي أنا، كنت أحقق في تفسير ابن جرير وقد قطعت شوطا، جاء ونظر وأنا أحقق، فذهب إلى الشيخ يحيى وقال: أخبر الإخوة يا شيخ أني قد شرعت في تحقيق تفسير ابن جرير. فما درينا إلا والشيخ يقول: يا إخوة، أخونا علي الرازحي بدأ في تحقيق تفسير ابن جرير، إن شاء الله هذا العمل عنده. استحينا وتركنا العمل، وإلى الآن ما أخرج ولا جزء. واشتكى منه بعد أن افتتنا جماعة من إخواننا بهذه الطريقة، يثبطهم عن التأليف والتحقيق بهذه الطريقة الخبيثة الماكرة. ما يريد إلا أن يبحث هو، يأتي إلى هذا: أنا عندي هذا البحث، خلاص أنا قد بدأت فيه، عندي موجود، أنا أشرح، أنا أحقق، أنا. سبحان الله. وكانوا يحترمونه لأنه كبير، والحقيقة أن والله ما ارتحت له يوما لما في وجهه من الشر. لكن نحن نأخذ الإنسان على ظاهره وعند حسن الظن. كان في دماج يتظاهر أنه مع الشيخ وأنه ضد الحزبية وضد الفتنة، وكان يقول: أنا لست مع هؤلاء المفتونين، أنا ضد هؤلاء المفتونين، أنا مع شيخنا يحيى. وكان هذا الكلام منه عبارة عن خداع. ولكن ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أي صفة عندك أو خلق أنت تكنه في صدرك ولا تظهره للناس من رياء أو كبرياء أو سمعة أو حسد أو تعالم أو تكبر أو كذلك استحقار لإخوانك، هذه الصفة ستظهر يوما من الأيام، وإن لم تظهر في الدنيا فستظهر يوم القيامة يوم تبلى السرائر. فعلي الرازحي مفتون، مفتون، ما عنده كبير علم، يعني عنده بعض المؤلفات. حتى في فتنة أبي الحسن لما تكلم الشيخ يحيى أن أبا الحسن ما يحفظ الأربعين النووية، علي الرازحي قال: والله انتبهت، وهو كان مؤلف، قال: والله انتبهت، أنا ذكرت أني ما حفظت الأربعين النووية. وفعلا أبو الحسن كأبي الحسن، أبو الحسن كأبي الحسن.
كلهم آباء الفتن، أبو الفتن. هذا أبو الحسن الرازحي أبو الفتن. ونبشركم ما عنده في تنزانيا بحمد الله أي مسجد ولا محافظة، عندهم مسجد عبد القوي هداه الله وأصلحه، سيذهب عنده يعمل له دروس، ونحن نعرف دروس الرازحي. فالشاهد هذه بضاعتهم المتردية والنطيحة وما أكل السبع، معهم هؤلاء المفتونون. والله علي الرازحي لو أنه ثبت على الكتاب والسنة وصدق مع الله ونصح وبقي على الحق، والله لكان له شأن في الدعوة، لكان له شأن، لأنه قديم طلاب الشيخ القدامى. لكن سبحان الله كيف صار الآن مغموس فيهم تحت أقدامهم، لا يسمحون له بنفس. محمد حزام، أين هو محمد حزام الآن؟ خلاص قالوا أنت بيننا ومعنا لكن مكانك تحت. لا يحبون أن لطالب العلم وللمتمكن والمؤلف أن يظهر وأن يفتح الله على يديه. والدعوة دعوة الله، هذه الدعوة من صدق فيها رفعه الله، ومن كان فيها كاذبا معاندا مغالطا يغالط نفسه يفضحه الله. الحمد لله الدعوة السلفية ما فيها شهادات ودكتورات مثل بقية الجامعات. من عنده دكتورة قالوا دكتور، سواء كان يصلي الفجر أو لا يصلي، دكتور دكتور خلاص، يذهب بالشهادة إلى أي دولة، عندي شهادة خلاص يستقبله أي جامعة دكتور. بعضهم ما يصلي، دكتور ما يصلي، دكتور ما يعني ما يحفظ القرآن، دكتور يقول القرآن مخلوق، خلاص عنده شهادة. فالعبرة عند كثير من الجامعات والدول بالشهادة، عندك شهادة، أنت منزلتك عند آخر شهادة أخذتها. لكن أهل السنة الدعوة السلفية لا، منزلتك هي المنزلة التي يضعك الله عز وجل فيها، ما عندك إلا الصدق، عندك صدق مع الله، عندك صدق مع إخوانك، عبادة، علم، اجتهاد في القرآن، تقرأ القرآن لله، تقرأ السنة، تتعلم لله، هنا منزلتك، هنا تشرحك دعوتك، يشرحك عملك، تشرحك دروسك، يشرحك منهجك. كن صادقا في منهجك في دعوتك وأبشر، الأمر لله. والله هناك أناس في دماج كانوا أقدم منا وأكبر منا علما، بل بعضهم درسنا عندهم لكن سقطوا، بل بعضهم الشيخ يحيى درس عندهم لكن أين هم؟ ذهبوا، ذهبوا لأنهم ما صدقوا مع الله عز وجل وما صدقوا مع الدعوة، بل خانوها ومكروا بها وصاروا أعداء لها. فهذه الدعوة من عاداها فهو خسيس، ومن طعن فيها فهو من جنود إبليس. والحمد لله لهم.